اولا باغي نحيي اخوات والاخوه المؤتمرين في مؤتمر جهوي لجهه الرباط سلا القنيطره. هذه الجهه التي لعبت دورا كبيرا والتي ساهمت مساهمه كبيره في انه الحزب يكون في المرتبه الاولى. وطبعا جهه الرباط هي الجهه التي تساهم الى جانب جهات المملكه في المجهود التأطيري والسياسي والتنظيمي الذي يقوم به حزب التجمع الوطني الأحرار. حضرة الإخوة والأخوات المناضلين بجهة الرباط، واللي كيف ما قلت تساهمون وتبلون البلاء الحسن إلى جانب إخواننا في جل المناطق والجهات، من أجل أن يلعب حزب التجمع الوطني الأحرار دوره كاملا في الحياة السياسية. ومؤسف، مؤسف أنكم من بعد 44 سنة من التواجد الحقيقي، مؤسف أنهم بعد 44 سنة من المعانقة الصادقة ديال الإشكالات ديال الصعوبات، مؤسف أنهم بعد 44 سنة وأنتم كتبنوا التوابيت الحقيقية اللي اليوم بكل فخر أصبحت التوابيت ديال الأمة وأصبح منصوص عليها في الدستور ديال 2011 في الوقت الذي كانت فيه طوائف تمارس جمع الحطب في غابات مظلمة وفي ليالي مظلمة. التجمع الوطني الأحرار 44 سنة وهو يناضل من أجل وطن قوي يسوده نظام ملكي فيه ثوابت واضحة اللي هي الدين الإسلامي والوحدة الترابية والخيار الديمقراطي. بعد 44 سنة من هذا العمل، بعد 44 سنة من هذا النضال، بعد 44 سنة من هذا الصدق بدون ولو مراجعة وحيدة، الحزب الذي لم يقم بمراجعة لا على مستوى المبادئ ولا على مستوى الثوابت ولا على مستوى القيم، لأنه دائما كان صادقا مع نفسه وكان واضحا وكان يشتغل بأجندة واضحة يعرفها المغاربة من طنجة حتى القويرة. ما يعطينا حتى واحد الدروس. من قام بالمراجعات تلو المراجعات تلو المراجعات وتلو المراجعات ويقزم التجمع الوطني الأحرار، اسمحوا لي، لن نسمح بذلك. والتاريخ سينصف كيف ما قلت من كان دائما يملك تصورات واضحة ويدافع عن قيم وعن ثوابت واضحة ويشتغل بأجندة واضحة تنتصر للوطن وتنتصر للمواطنين. التجمع الوطني الأحرار دائما كان يؤمن بالدورة السياسية وكان يؤمن بالتدافع السياسي في إطار نظام ديمقراطي مبني على انتخابات نزيهة وشفافة ومبني على دور واضح للأحزاب السياسية. ما عمر ما ادعينا كحزب بأنه وصلت وقتنا قبل الوقت. كنا من كبار المدافعين والمشجعين والمساندين لتجربة التناوب الديمقراطي. المشاركة ديال الحزب في 99 لا تخطئها العين بحقائب واضحة. وهنا نبغي مرة أخرى نحيلكم ونحيل الشباب، خاصة شباب الحزب، نحيلهم على مذكرات الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، أحاديث فيما جرى. ستجدون صفحة كاملة يتحدث بها الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله
على التجمع الوطني الأحرار، وكيفاش التجمع الوطني الأحرار بالرغم من أنه النتائج الانتخابية دياله كانت تبوئه لأن يطلب مقاعد أكبر من تلك التي حصل عليها في الحكومة، لكن الحزب قدم المصلحة العليا للوطن وفاوض من خلال ما تقتضيه المرحلة، وهي إنجاح تجربة التناوب الديمقراطي. احنا ماشي حزب ديال الملائكة، نحن حزب بشر، نصيب ونخطئ، لكننا لم نخطئ في الثوابت. كيف ما قلت، ثوابتنا كانت واضحة، ربما تقديراتنا السياسية ربما قد تختلف من وقت لآخر، لكن من يحاول اليوم أنه يقسم الحزب، اسمح لي، هذا منطق تجاوزه المغاربة وتجاوزوه يوم 8 أكتوبر الماضي.